وسط شد وجذب وتهديد بالخيار العسكري وتحذير من استخدام القوة، تستمر أزمة الانقلاب في النيجر وتتواصل تداعياتها. مجموعة كواس تعاود الاجتماع على مستوى رؤساء الأركان الأسبوع المقبل في غانا لبحث خيار التدخل العسكري بعد قرار المجموعة تفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة النظام الديمقراطي في البلاد. يأتي هذا فيما تتعالى الأصوات المنادية بتفادي الحل العسكري، وآخرها خرجت من موسكو التي حذرت من تداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الساحل الإفريقي. فهل تضطر مجموعة كواس لاستخدام القوة في نهاية المطاف، أم أن استعادة الديمقراطية بشكل سلمي في النيجر لا تزال ممكنة؟ معنا من ستوكهولم باحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ياسين أحمد. أستاذ ياسين، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، هل كل ما يجري اليوم من اجتماعات ما تبعناه بالأمس والمرتقب الأسبوع المقبل يشير إلى أن التدخل العسكري وهو الخيار الأخير يقترب من الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولك التحية والسلام المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. أنا بتقديري أن اجتماع الإكواس بالأمس يعني كان واضحا، يعني أنا بتقديري أن الإكواس اختارت الخيار الدبلوماسي بدلا من الخيار العسكري. كانت في اجتماعها الأول كانت تلوح بالخيار العسكري والتدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية، لكن رأينا صمود الانقلابيين في مواقفهم وفي توجهاتهم، لأن هذا الانقلاب حسب يعني تصريحاتهم أنه انقلاب ضد الفقر والاستعباد والاستعمار الفرنسي. فبالتالي أنا أعتقد الخطوات، يعني إصرار الانقلابيين على موقفهم وكذلك دعم بوركينا فاسو ومالي للموقف الموقف الانقلابيين غير من المعادلة، مما يعني ساهم أو يعني كان له تأثير على تغيير مواقف الإكواس التي الآن اختارت الخيار الدبلوماسي، وإن كانت ذكرت نوع من التأهب للقوات الأفريقية، لكن في النهاية كان تأكيد في الختام البيان الختام في البيان الختامي كان تأكيد على الجهود الدبلوماسية في ظل أن المتغيرات الإقليمية والدولية، لأن هناك دعم شعبي لهذا الانقلاب، وكذلك أيضا بعد القوى أو بعد الدول المجاورة لا ترى أيضا في التدخل العسكري مثل دولة الجزائر وتشاد وحتى الدول التي هي عضوة في الإكواس، في انقسام داخل الإكواس مما جعل في تغيير مواقف الإكواس نحو الخيار الدبلوماسي بدلا من الخيار العسكري. طيب، ولكن اليوم إلى جانب هذه القوات الاحتياطية التي ذكرتها أستاذ ياسين، هناك خطة كانت أعلنت عنها إيكواس بعد أيام قليلة من هذا الانقلاب وخلال مهلة الأسبوع التي أعطيت، وبالتالي أمام هذا الموقف الذي وصفوه بالأمس قادة مجموعة إيكواس بأنه يعني لا يتقبل المجلس العسكري أي طرح، وبالتالي الحديث عن الاستمرار بالدبلوماسية إلى أي مدى سيكون واقعي؟ أنا بتقديري أن حسب يعني تصريحات، لو رأينا ولاحظنا تابعنا نمط تحركات الانقلابيين بتشكيل حكومة، يعني حكومة للمرحلة الانتقالية بتشكيل رئيس الوزراء الأمين زين، كل هذه التحركات هي تأتي وفق أجندات الانقلابيين، وفي النهاية الانقلابيين لديهم مطالب. يبدو أن الإكواس الآن تحاول أن ربما تصل إلى صفقة أو تفاهمات من خلال التعامل مع الأمر الواقع، لأن الانقلابيين الآن يتعاملون بأمر واقع. حتى رأينا يعني تباين المواقف الغربية، ترى أن أمريكا الآن الموقف الأمريكي الآن متناقم ومتناجس، يعني متناقم جدا مع الموقف الجزائري الذي لا يقبل أيضا التدخل العسكري. فبالتالي ولكن يتحدثون عن إعادة الشرعية أستاذ ياسين، يعني حتى اليوم نعم. هناك حديث عن أنه أي تدخل عسكري ممكن أن يؤدي بنهاية المطاف إلى موت الرئيس وعائلته. أنا أعتقد ما يتعلق بإعادة الشرعية، هناك تباين يعني داخل المواقف الأفريقية، الانقلابيون يرون أن حتى يعني الانتخابات الماضية لانتخاب يعني الرئيس محمد بازوم المعزول
لم تكن انتخابات نزيهة وشفافة، فبالتالي كان هذا الرئيس يعني له الولاء المطلق لفرنسا، فبالتالي لأن خلال سنتين لم يحدث أي تغيير، فبالتالي طالما هذا الانقلاب مدعوم شعبيا ومدعوم حتى إقليميا من الدول التي هي عضوة في الإكواس، فبالتالي أعتقد موقف الانقلابيين أقوى، ولذلك تراجع عن موقف الإكواس، لأن الآن في هناك تنامي يعني في الشعوب الأفريقية في غرب أفريقيا بوعي، في تنامي في الوعي بالسيادة والتعامل الندية مع فرنسا، لأنه الآن هناك الشعب الأفريقي الآن يرى أن هناك خيارات وأن الثروات التي تنهب من النيجر يعني تستفيد فيها فقط فرنسا ولا تعود بالفائدة على الشعب النيجيري، فبالتالي أنا أعتقد ربما الآن ستكون هناك محاولات لمطالب الإكواس ستكون ربما إلى يعني الإفراج عن الرئيس المعزول والتعامل مع الانقلابيين كأمر واقع، في ظل أن هناك الآن حكومة جديدة يريدون أن يفرضوا هذه الحكومة حتى تتعامل، فبالتالي العودة إلى الشرعية قد تكون أيضا بالقبول بهذه الحكومة التي يعني أنشأها أو التي كونها الانقلابيون حاليا. طيب ما الذي يمكن أن يرجح عن اجتماع رؤساء الأركان الأسبوع المقبل أستاذ ياسين، في حين أنه البعض يتساءل أيضا عن أنه لا يمكن القبول بالأمر الواقع لأنه يمكن أن يعطي إشارات إلى دول أخرى يمكن أن تحذو الحذو نفسها؟ هناك طبعا يعني هذا، لذلك الجزائر الآن ترى مثلا أنه هي مع عودة الشرعية وعودة الشرعية الدستورية للنيجر، لكنها لا تقبل بحال من الأحوال التدخل العسكري، لأن التدخل العسكري سيؤجج وسيخلق حرب إقليمية على دول على يعني في غرب أفريقيا، فبالتالي هو لابد التوصل إلى صفقة بين الإكواس والنيجر والدول المجاورة والداعمة للنيجر أيضا، وحتى الدول الخارج الإكواس مثل الجزائر وتشاد أيضا لا ترى التدخل العسكري سيأتي، يعني عواقبه ستكون وخيمة وستكون حرب إقليمية، فبالتالي المخرج هو الخيار الدبلوماسي والتوصل المتمثل إلى صفقة بماذا؟ مع الانقلابيين. كيف يمكن أن يكون شكل هذه الصفقة أستاذ ياسين؟ يعني هل ستكون بقبول الأمر الواقع كما ذكرت في إجابة سابقة، ولكن بمرحلة انتقالية؟ يعني كيف يمكن أن يكون شكل المرحلة المقبلة؟ لو رأينا مثلا موقف الاتحاد الأفريقي، بالرغم من موقف الاتحاد الأفريقي الآن ضعيف جدا، ولكنه داعم للإكواس. نعم بالضبط، فبالتالي أنا أعتقد الصفقة ربما ستكون هي القبول بالأمر الواقع والاستجابة لمطالب الانقلابيين يعني في المرحلة القادمة، وكيف ستكون، لأنه مثلا هذه الصفقة إلا إذا الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأنجع الآن، لأنه في ظل دعم شعبي، في ظل وعي الشعوب في غرب أفريقيا، في المطالبة بالتعامل الندي، في المطالبة بأيضا وقف يعني تحجيم دور فرنسا في نهب الثروات في النيجر، فبالتالي لأنه الآن فرنسا تتحكم في دول غرب أفريقيا لا يتحكم فقط في النيجر، وحتى الآن هناك في وعي لدى الشعوب في غرب أفريقيا أن الذي يتحكم في منظمة الإكواس هي فرنسا، فالآن مطلوب على إكواس أن يكون أن 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 يعني أن 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 توضح أو أن تور أن لديها استقلالية في اتخاذ القرار السياسي وليست هي الصدى لفرنسا، فبالتالي لابد من القبول. أدي لك على سبيل المثال، فرنسا الآن في السابق أيدت كل الانقلابات في غرب أفريقيا إلا هذا الانقلاب، لأنه ربما هذا الانقلاب هو لا يخدم مصلحة فرنسا حسب وجهة النظر النيجيرية، فبالتالي لماذا قبلت فرنسا الانقلاب في تشاد ولم تقبله في 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 النيجر؟ حلال في 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 تشاد وحرام في النيجر، فبالتالي يعني الشعوب الأفريقية الآن أصبحت واعية بمصالحها وتريد معاملة ندية، فبالتالي هذه الازدواجية في المعايير لدى بعض الدول الغربية خاصة فرنسا أصبح بات غير مقبولا، فلابد التوصل إلى صفقة سياسية تكون حل وسط والخروج من هذه الأزمة تكون يعني بطريقة دبلوماسية وليس عسكرية. طيب هذه الحلول أو هذه المبادرة التي يمكن أن تفضي إلى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها أستاذ ياسين، من أين يمكن أن تنطلق؟
يعني انا بتقديري يعني حسب تصريحات الانقلابيين الان هم يريدون القبول بالوضع الموجود الراهن، بمعنى قبول الحكومه الان التي تم تشكيلها من قبل الانقلابيين، والحكومه الان والانقلابيين الان بداوا يتخذون قرارات يعني سياديه، من ضمنها الان مثلا يعني قطع او كل ايقاف يعني الغاء كل العقود والاتفاقيات مع فرنسا وعدم تصدير اليورانيوم الى فرنسا. فبالتالي انا اعتقد الايكواس الان لابد ان يتعامل بواقعيه، ويبدو الان بالبيان الختام بالامس اشار التركيز على افراج الرئيس المعزول على سلامته وافراجه، ويبدو ان هناك اصبح الان نوع من قبول الامر الواقع والتعامل مع الانقلابيين ومطالبهم السياسيه، الاعتراف بهم والذهاب الى مرحله انتقاليه، ربما قد تكون الان مرحله انتقاليه، حكومه انتقاليه الى ان يعقد الى ان تشكل وتعقد انتخابات في النيجر. طيب اليوم امام هذا الواقع وامام المواقف الموجوده وامام استمرار هذه الاجتماعات للإيكواس، ما المؤشر الذي يمكن ان يعني نلتمس منه ربما ان الحل الدبلوماسي سيقبل بهذا الامر الواقع؟ من ضمن المؤشرات حتى الآن يعني رأينا مثلا 94 نائبا من نواب البرلمان الفرنسي يطالبون الحكومة الفرنسية بإعادة سياسات الحكومة الفرنسية، السياسة الخارجية لفرنسا في أفريقيا تحديدا في غرب أفريقيا. هذا مؤشر من المؤشرات. ومؤشر آخر رأينا في صحيفة ليموند الفرنسية تصف أو تكتب يعني بعنوان عريض أن الجزائر هو أفضل وسيط في أزمة النيجر. معناتها الآن هناك في دول يعني مجاورة ودول فاعلة ذات وزن يعني بحجم الجزائر، دولة الجزائر، أنها هي الآن ستلعب دور أكبر بما لديها من مصداقية وثقة من الطرفين، يعني من فرنسا ومن الانقلابيين أيضا في النيجر. وهي أيضا حضرت الاجتماع كمراقب، المغرب والجزائر ودول أخرى حضرت في اجتماع الإيكواس. فأنا أعتقد الدول المجاورة خاصة دولة الجزائر سيكون لها دور كبير، وهناك الصحف صحيفة لومن أشارت لهذا. فهذا يعتبر هذا من المؤشرات أنه التوصل إلى صفقة سياسية تحل الأزمة ويخرج النيجيريون من هذه الأزمة. طيب هل يمكن اليوم أيضا البناء على هذه المؤشرات أو المعطيات أستاذ ياسين للتوصل سريعا إلى أي مبادرة أو إلى أي حلول أو حتى إلى يعني جلوس على طاولة مفاوضات ربما لقراءة المشهد في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة؟ لأن الخطورة هنا هي لا تقتصر على النيجر، وهذه التحذيرات التي سمعناها منذ اليوم الأول. نعم، أنا أعتقد يعني الطريق المختصر يعني الأقصر هو أن الإيكواس تعترف بالإنقلابيين، لأن هذا الإنقلاب هو إنقلاب من أجل السيادة وضد الفقر وكذلك ضد إيقاف نهب الثروات من جانب الفرنسي، فبالتالي من فرنسا. فبالتالي الآن هو القبول بالأمر الواقع وأن تتفاوض معهم وتقبل الأمر الواقع وتحاول أن تستجيب، خاصة الآن الموضوع ليس بين النيجر والإيكواس، الآن هناك الدول كما قلت مالي وبوركينا فاسو هي داعمة ودول أخرى أيضا داعمة. فأعتقد أن الآن موقف الإيكواس لا يحسد عليه، فلذلك نرى أنه حتى الموقف الأمريكي الذي يدعم العودة الشرعية ولكنه لا يحبذ ولا يدعم التدخل العسكري، لأنه هذا سيدفع بالإنقلابيين باستدعاء او بالاستعانه بروسيا الاتحاديه. فانا اعتقد حتى التحذيرات اتت اليوم من روسيا استاذ ياسين، ولكن كيف يمكن ترجمتها؟ يعني اذا ما تحدثنا بعيدا عن دول الإيكواس او حتى عن دول المنطقه، اليوم هذا الموقف الروسي ايضا يحذر من عواقب اللجوء الى الخيار العسكري، الموقف الامريكي كما ذكرت، ولكن ايضا الموقف الامريكي يعني يحاول التواصل مع المجلس العسكري، هناك احاديث معهم كي أقله فيما يتعلق بسلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته، يعني أن تبقى على أولويات الجميع. أنا بتقديري أن رئيس وزير خارجية الجزائر يعني السيد أحمد عطاف يعني دعوته من قبل وزير خارجية أمريكا سيد لينكولن إلى واشنطن لمدة يومين، هذا مؤشر يعني واضح جداً
للعب الجزائر يعني أن تقوم بدور الوسيط في ظل أن في هناك أزمة شرعية حتى للإكواس. الإكواس الآن يعني كما قلت يعني يعاني من أزمة ثقة يعني. فبالتالي أنا أعتقد الجزائر بما لديها الآن من علاقات متوازنة مع المعسكر الشرقي والغربي سيكون لها دور كبير في إيجاد حل لهذه الأزمة بالتنسيق والتعاون مع إكواس. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من ستوكهولم، باحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ياسين أحمد، شكرا جزيلا لك.